مساء الخير عليكم. في فيديو حكاية النهاردة هنكشف ليكم عن 7 زيجات سرية للفنانات محدش يعرف بيهم. رقم 6 هتصدمك، بس قبل نكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده لألف لايك. ودلوقتي يلا بينا نكمل الفيديو بس بعد الفاصل. كتير من النجوم بيحرصوا على إبعاد حياتهم الخاصة بعيد عن الأضواء، وخصوصا في موضوع الجواز والطلاق، وبالرغم من أن كتير منهم بيعملوا حفلات زفافهم أسطورية، إلا أن بعض النجوم بيحرصوا على سرية زيجاتهم. من أبرز الزيجات السرية اللي فاجأت الوسط الفني جواز الفنانة سمية الخشاب من المطرب مدحت صالح. محدش كان بيعرف بالزيجة دي، وما استمرش سرية الجواز ده كتير لغاية لما أعلن الفنان مدحت صالح في أحد البرامج التلفزيونية أنه ارتبط بجواز عرفي بالفنانة سمية الخشاب لمدة 2 سنين. وبالرغم من أن الفنانة سمية الخشاب ما أعلنتش ده، إلا أن هي برضو ما نفتش الخبر ده. الفنانة نبيلة عبيد وأسامة الباز، استمر جواز الفنانة نبيلة عبيد من أسامة الباز لمدة طويلة، ومحدش عارف عنه حاجة إلا بعد سنة 2011، وده لما أعلنت الفنانة نبيلة عبيد بنفسها في أحد اللقاءات التلفزيونية وقالت إن هي اتجوزت من أسامة الباز اللي كان بيشغل منصب مستشار الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. وأكدت الفنانة نبيلة عبيد في تصريحات ليها إن جوازها من المستشار أسامة الباز استمر 9 سنين. الفنانة إلهام شاهين وعزة قدورة، الفنانة إلهام شاهين كانت حريصة على إبقاء حياتها الخاصة بعيدة عن الأضواء، عشان كده محدش اكتشف أمر جوازها من رجل الأعمال اللبناني عزة قدورة إلا بعد ما هددها بإلقاء مية نار على وشها، وانتهت قصتهم في المحاكم. الفنانة أنغام وأحمد عز، في عز أزمة الفنان أحمد عز مع الفنانة زينة، فوجئ جمهور الفنانة أنغام بدخولها على الخط، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عقد جواز عرفي بين الفنانة أنغام وأحمد عز. وقبلها بسنوات كانت اتقالت أنباء عن جواز أنغام بعز، بس هما الاتنين نفوا الموضوع ده خالص. شمس وسعد الصغير، من الزيجات السرية اللي انتهت بفضيحة جواز الفنان سعد الصغير من الراقصة شمس. الراقصة شمس لجأت بعد كده لنشر عقد الزواج، وخصوصا بعد وجود خلافات كبيرة بينهم، وبعد كده خرج الفنان سعد الصغير وأعلن إنه أخفى الجواز ده خوفا على مشاعر زوجته الأولى أم أبنائه. الفنانة ياسمين صبري، اتجوزت الفنانة ياسمين صبري قبل دخولها عالم التمثيل، وده كان سنة 2012، جواز سري من دكتور صاحب مستشفى في اسكندرية، وصرحت عن جوازها منه سنة 2017 في برنامج تلفزيوني، وقالت إن جوزها اسمه محمد وانفصلوا في نفس السنة بعد جواز استمر 5 سنين. الفنانة سماح أنور، سماح أنور وضعت نفسها في مأزق، وده لما قالت لكل اللي حواليها إن ابنها أدهم ده هو ابنها بالتبني، إلا إنها بعد كده كشفت إن هو ابنها فعلا من رجل كانت متجوزاه، ورفضت الكشف عن هوية الزواج ده واكتفت بقولها إنه توفى. فيديو حكاية النهاردة خلص، بس لسه حكاياتنا مخلصتش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو أول مرة بتشوفني، علشان يوصلك كل جديد على قناة حكايات النجوم.